هو أحد أبرز العلماء المسلمين بين القرنين السابع والثامن الهجريين، عرف بسعة علمه في فنون الشريعة والعربية وتنوع معارفه الفكرية والنقدية وكثرة تصانيفه في مختلف العلوم السائدة في عصره، وقد اشتهر بجرأته في الصدع بما آمن به، فكان يحمل السلاح في مواجهة التتار ويناظر خصومه حتى تتداعى عليه أرباب الفرق والملل، فألبوا عليه حكام زمانه وسلاطينه، فزج به في السجن مرات عدة. شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية. ولد شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في العاشر من ربيع الأول سنة 661 هجريا في مدينة حران الواقعة اليوم جنوبي تركيا، وقد اضطرت عائلته للنزوح منها إلى الشام سنة 667 هجريا هربا من هجمات التتار الزاحفة من الشرق صوب بلادهم سالبة منها الأمان والطمأنينة والاستقرار. نشأ ابن تيمية في ظل أسرة لها شأن في العلم والسياسة، إذ كان والده شهاب الدين عبد الحليم أحد علماء حران المشهورين، وما إن وطأت قدمه دمشق حتى ذاع فضله واشتهر أمره، فكان له كرسي للتدريس والوعظ في مسجدها الكبير، وتولى إضافة إلى ذلك مشيخة دار الحديث. وتعود تسميته ابن تيمية إلى جده الأعلى كما يقول الإمام شمس الدين الذهبي في ذيل تاريخ الإسلام، وجده هذا هو محمد بن الخضر، وقد روى تلميذ شيخ الإسلام محمد بن عبد الهادي وكاتب أوسع سيرة له أن جده هذا كان في طريقه إلى الحج وله امرأة حامل، فرأى في تيماء طفلة، فلما عاد إلى حران وجد امرأته قد ولدت بنتا، فلما رآها قال يا تيمية يا تيمية، فلقب بذلك وسرى هذا اللقب في نسله. وقد وصف الذهبي وهو المحدث والمؤرخ المعاصر لابن تيمية الشيخ عبد الحليم بأنه كان حاكم حران وشيخها، كما أن جده مجد الدين أبو البركات عبد السلام كان فقيها حنبليا ومحدثا وعالما باللغة العربية، وكان لوالدته ست النعم بنت عبد الرحمن الحرانية فضل كبير عليه، حيث نظرته مبكرا لخدمة العلم وتحصيله، وقد تركت في نفسه أبلغ الأثر بسبب حدبها وعطفها عليه، وتدل على ذلك الرسائل التي كان يرسلها إليها في أثناء مقامه بمصر بين عامي 705 و712 هجريا. عرف عن ابن تيمية في صباه قوة حفظه وسعة ذاكرته وسرعة بديهته، كما عرف عنه جديته وانصرافه في طفولته عن اللعب وعما ينشغل به أقرانه عادة. يقول عنه الحافظ وهو من تلامذته أنه كان من صغره حريصا على الطلب مجدا في التحصيل والدأب، ومما يروى عن تقي الدين الطفل أنه كلما توجه إلى الكتاب للدراسة كان يعترضه يهودي يسكن في طريقه فيسأله في مسائل وكان يجيبه عنها سريعا، ولم يكن يكتفي بالجواب بل في كل مرة يسعى لإقناع اليهودي ببطلان العقيدة التي هو عليها، فلم يلبث أن أسلم على يدي. كان لنشأة ابن تيمية في دمشق أثر بالغ في تكوينه العلمي، فقد كانت فيها مدارس للفقه الحنفي والشافعي والحنبلي، وكان فيها أكابر علماء العصر الذي سبق وجود ابن تيمية فيها كالعز بن عبد السلام والنووي وابن دقيق وغيرهم ممن لهم حلقات وتلاميذ يعلمونهم الفقه فيوازنون بين آرائه، مما أسفر عن نتاج واسع من التصانيف الموسوعية فيما عرف بالفقه المقارن، وكانوا يدرسون الحديث إلى جانب الفقه
مما أثرى المكتبة المختصة بأحاديث الأحكام، وقد كانت مجالس العقائد والمنطق والفلسفة قائمة لمن أمها من الطلاب، الأمر الذي جعل دمشق المدينة الموائمة لمواهب الطفل الموصوف بالذكاء والشغف العلمي أحمد بن تيمية. تحقق لابن تيمية بهذين العاملين ملازمة أبيه ونشأته في دمشق، ما كان يصبو إليه طلاب العلم ومحبوه، فقرأ القرآن صغيرا على أبيه وسمع منه ومن غيره دواوين الحديث الكبرى كمسند ابن حنبل وصحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرها. وقد روي أنه حفظ كتاب الجمع بين الصحيحين وهو صغير لم يبلغ الحلم. ولأن أسرة ابن تيمية عريقة في مذهبها على فقه الإمام أحمد بن حنبل، فقد كان لشيخ الإسلام كما عرف فيما بعد اهتمام خاص بالفقه الحنبلي تمذهبا ودراسة وتدريسا، ولم تقتصر همة ابن تيمية على علوم الدين وحدها، فقد شغف بالعربية حتى عرف بمخالفته الناقضة لبعض ما انتهى إليه سيبويه، إضافة إلى غوص عميق في المنطق والفلسفة. وليس أدل على ذلك من نتاجه العلمي الخاص بهذين الفنين ككتاب نقد المنطق وكتاب الرد على المنطقيين وغيرهما من الرسائل في الرد على الفلاسفة وتفنيد حججهم وآرائهم. وصفه الإمام الذهبي بأنه فرض الزمان وبحر العلوم ولم يبلغ أحد في عصره رتبته. ومما اشتهر في عصره أن كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، وقال عنه الزملكاني: لم أرى منذ 500 سنة أحفظ منه. وقد ذكر ابن عبد الهادي في العقود الدرية أن ابن تيمية كان لا يلوي إلى غير المطالعة، فلا تروي نفسه منها، ولا تمل من الاشتغال بالعلم، ولا تكل من البحث. ولهذا السبب ولغيره كالجهاد الذي شغله سنوات طويلة، والسجن الذي دخله عدة مرات، وللهم الذي شغله طوال عمره، لم يتزوج ابن تيمية ولم يتخذ سريا من الإماء. ويتفق مترجمو سيرة ابن تيمية على أن أهم عوامل موسعيته كانت ذكاءه الشديد وشغفه الكبير بالعلم والتعليم، ولذلك فقد تصدر للفتوى في سن 19، وألف وصنف قبل أن يبلغ 20، وتولى حلقة الدرس في جامع دمشق الكبير خلفا لوالده الذي توفى وهو في 22. وانعقد درسه الأول في محرم سنة 683 هجريا، وحضره لفيف من أعلام دمشق وعلمائها لشهود ترسيمه مفتيا وواعظا ومعلما. وفي سفر من العام نفسه بدأ في تفسير القرآن الكريم على منبر خاص بعد صلاة الجمعة في المسجد الكبير بدمشق، وظل هذا الدرس مستمرا سنوات طويلة، أثارت دروسه دويا كبيرا في أوساط العلماء والعامة، ولفتت الأنظار إليه، وانقسم الناس بشأنه إلى محبين شايعوه وأيدوه، وآخرين قاوموه وفارقوه، بل ومن هذا الفريق من كفره. وبين هؤلاء وأولئك كانت طائفة ثالثة ترى فيه مجتهدا يخطئ ويصيب. وقد وصفه الذهبي بقوله: إنه بشر من البشر تعتريه حدة في البحث، وغضب وصدمة الخصوم تزرع له عداوة في النفوس. وقد كان ما وصفه الذهبي واقعا صبغ حياة ابن تيمية العلمية من أول يوم تصدى فيه للإجابة عن أسئلة الناس وحاجاتهم المعرفية، فحين سأله أهل حمات عن الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه في القرآن، فأجابهم في الرسالة الحموية وفق منهجه الحنبلي في فهم الصفات، وبما يخالف منهج الأشاعرة الذين كانوا أغلب الناس في دمشق، الأمر الذي أثار حنقهم، فرفعوا شكاتهم إلى القضاء والحكام يسألونهم الرد على ابن تيمية ومقاضاته للعودة عن رأيه إلى رأيهم. وكان كثير من مصنفاته استجابة لواقع حصلت في بيئته العلمية والمجتمعية، ولذا جاءت رسائله منسوبة إلى البلدان التي سأله أهلها عن مسائل في العلم أو السياسة أو المجتمع. وكان لهذا الأمر
أثره في المحن التي تعرض إليها ابن تيمية جراء الاحتكاك المباشر مع فئات مجتمعية أو علمية لها شأن أو اتصال بالسلطان. وفي عام 699 هجريا وصل التتار إلى أعتاب الشام وهزموا عساكر الناصر بن قلاوون وولى جنده الأطبار، وفر كثير من أعيان دمشق إلى مصر، ولم يبقى في المدينة إلا ابن تيمية مع نفر قليل من أصحابه، واتفقوا على ضبط الأمور فيها. وقد ذهب على رأس وفد منهم يخاطب ملك التتار في وقف الدخول إلى دمشق، وقد استجاب الملك لذلك، وظل ينادي في الناس بالجهاد عاما كاملا حتى استنفر السلاطين والأعيان والعامة لمواجهة التتار الذين آثروا الانسحاب وترك المواجهة، حتى حدثت موقعة شقحب في رمضان سنة 702 هجريا التي وقف فيها ابن تيمية مقاتلا ومحرضا الجند والعامة حتى تحقق لهم النصر. وكان لهذه الحادثة أثر كبير في تعظيم ابن تيمية في نفوس الناس، فصار الملك غير المتوج والمستشار المؤتمن والمرجع الموثوق للحكام والمحكومين. وكما كان لاحتكاكه المباشر مع رؤوس الفرق والجماعات كالشيعة والاتحادية والحلولية أثر في تأليب ذوي المصالح عليه، فإن تلك المنزلة التي نالها بالوقوف في وجه التتار أثارت حنق الحانقين وحسدهم، فزج به في السجن مرات، كان أولها في مصر سنة 705 هجريا وقد مكث فيها عاما كاملا، ودخل السجن مرة أخرى سنة 707 هجريا على إثر مناقشة مع الصوفية، غير أنه لم يمكث فيها سوى شهور قليلة، ثم تعرض للنفي إلى الإسكندرية للتخفيف من حدة الصراع بينه وبينهم. وبعد عودته إلى دمشق عاد إلى الإفتاء والتدريس والبحث، فقاده نظره إلى فتوى كانت سببا لتعرضه للمحنة مرة أخرى على يد مخالفيه، وكان قد أفتى بأن الحلف بالطلاق لا يقع به طلاق، وأنه يختلف عن تعليق الطلاق الذي قصد به وقوع الطلاق عند وقوع الأمر المعلق عليه، وهو الأمر الذي يخالف ما عليه أئمة المذاهب الأربعة، فاستنكر الفقهاء عليه ذلك وآلبوا عليه السلطان فأمره بالامتناع عن الفتوى، فأمر به فزج به إلى السجن مرة أخرى، وظل عاما آخر وراء القضبان في سجن القلعة بدمشق. وسجن القلعة هذا هو السجن الذي شهد نهاية ابن تيمية بين جدرانه، حيث إن خصومه ما فتأوا يبحثون في أمر يحد من نفوذه المعنوي بين الناس وأثره الكبير على العامة، فكان إن حركوا الأمراء من جديد في فتوى كان قد أفتاها من قبل، تحديدا سنة 709 هجريا، أي قبل 17 سنة من تاريخ ذلك التأليب، فدخل السجن سنة 726 هجريا ومنع من الكتابة والقراءة حتى توفاه الله سنة 728 هجريا. توفي ابن تيمية في 20 من شوال سنة 728 هجريا 1328 ميلاديا في سجن القلعة بدمشق بعد مرض لم يمهله أكثر من 24 يوما، وكان قد مضى على حبسه نحو 5 أشهر قضاها ممنوعا من كتبه ودفاتره. أرجو أن ينال المقطع إعجابكم، لا تنسوا دعمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.